السؤال ريده باللهجة العراقية، ثمان احتمالات باللهجة العراقية. اذكر أشياء تستخدم في الألعاب الشعبية في العراق قديما. يلا الألعاب الشعبية في العراق قديما. المصيادة. المصيادة خطأ، المصيادة مو لعبة، المصيادة كنا صغار احنا نلعب. اعرف اني عن ست اضرب مصيادة بس هذه رماية. وخلي نشوف طه. الدعبل. الدعابل. خلي نشوف الدعبل. الدعابل نعم موجودة. الله على ايام الدعابل، يا ريت نرجع لها. واخطاء ايش تقرر؟ معكم نلعب لو معهم شو تقولون؟ شو تقولون؟ يوانا تعال يوانا. يلا تفضل. يلا اي اجي راح اجي وياكم وخلي نشوف رحيق. رحيق باللهجة العراقية. اذكري اشياء تستخدم في الالعاب الشعبية في العراق قديما. توكي. توكي. التوكي لعبة اسمها توكي. ايه. احنا نريد تذكرينا اشياء تستخدم في الالعاب الشعبية في العراق قديما. فش قال؟ الدعابل. عرفتي قصدي؟ مو اسم اللعبة، اسم الاشياء التي تستخدم في الالعاب الشعبية. وش تقول الاخ سعر؟ كرة. الكرة؟ خلينا نشوف. الكرة. ايضا خطا. لا تجيبوه جيبوه. فهمنا السؤال خطا. فهمت السؤال خطا. صعب طلع صعب. لا يعني مو صعب بس الفكره جتنا خطا. ما يخالف. اها اي فكروا فكروا زين. اعيد السؤال باللهجه العراقيه اريد. اذكري اشياء تستخدم في الالعاب الشعبيه في العراق قديما. المصياده هذه الخشبيه اللي يسووها خشبيه ويضربون بيها. لا شنو؟ يلا بكيفك. المصيادة صح؟ هاي المصيادة هاي اللي تنضرب بها الكرة. خلي نشوف الحجارة. الحبل. المصيادة. الحبل. الحبل. خلاص زين انتوا رايحين بعيد ما قاعد تفهمون السؤال. فهم السؤال الرجل قال دعابل. اشياء تستخدم بالالعاب الشعبية. كان عندنا لعبات شعبية الموب ونلعب الشكل بالدعابل. خرج. اي بعد شنو اكو اشياء؟ يا سبتي. سبع سيفونات. ما ادري لحظه. اذكري اشياء تستخدم في الالعاب الشعبيه في العراق قديما. السيفون. 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 وساره. لعبه للبنات لعبه الخرز. لعبه الخرز. الخرز. وطاهر. السيفونات. السيفون. السيفون. الخرز. قرر شو تقول، تاخذ السيفون لو تاخذ الخرز؟ نفسها كنا نلعبها سبع سيفونات نسميها. خلينا نشوف. سيفون. سبع سيفونات موجوده. نعم